فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سجدت للتلاوة سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، هل يستحب الاستعاذة لتكملة القراءة بعد ذلك؟ نعم. إذا سجدت للتلاوة سواء في داخل الصلاة أو في خارجها، فهل يستحب الاستعاذة لتكملة القراءة؟ لا، الاستعاذة في أولها، إذا قرأت القرآن يعني أردت قراءة القرآن أستعذ بالله، هذا في أول القراءة. وأما ما بعد سجود التلاوة فهذا تابع لما قبله. نعم.